على مدى أشهر متواصلة من النقص الحاد في اسطوانات الغاز المنزلي في مدينة بني وليد، بدأت هذه الأزمة في الانفراج تدريجياً بعد مساعي لجنة الوقود والغاز التابعة للمجلس البلدي. السيولة هذه والغاز والبنزينة سببت مشكلة كبيرة للبلاد، ياريت من المسؤولين وجهلهم الرسالة هذه، نقولهم ياريت وفروا لنا الحياة المعيشية البسيطة الحقيقة، ونحن تعبنا وإن شاء الله ربي يريح البلاد والعباد. أثقلت الأزمات المتعددة المواطن، ما إن تنفرج أزمة إلا وتأتي الأخرى دون وعي من المسؤولين واستشعارهم بهذا الواقع الصعب. جهود الناس الخيرة داخل المجلس البلدي ولجنة الأزمة لأنهم توفروا الغاز للمواطنين، وها يعني بالكمية المطلوبة الآن اللي تصل لبني وليد بقدر حوالي 2 شاحنات يوميا لمدينة بني وليد، وها نحن بمستودع أي من صالح المهد الشرع قائمين بعملية توزيع داخل المدينة لكل الأهالي منطقة بني وليد، لأنهم يلتزموا داخل هذه الشاحنة كل واحد يأخذ الكمية المطلوبة اللي يبيها يعني. وتفاقمت أزمة الغاز خصوصا في ظل حالات الفقر والعوز التي يعيشها المجتمع الليبي، بالنظر إلى حالة الحرب التي تعيشها البلاد منذ سنوات، جميعها ساهمت في استغلال التجار حاجة المواطن لمادة الغاز ورفع الأسعار بشكل تصاعدي يوما بعد آخر.